تنصيب لجان للرد على انشغالات حاملي شهادة البكالوريا الجدد عبر فضاءات رقمية قصد مساعدتهم في اختيار التخصصات هو ما أمرت به وزارة التعليم العالي مواكبة لاستراتيجية رقمنة القطاع. أعطت الوزارة الوصية الوقت الكافي لتعزيز مختلف المعارف المرتبطة بهذه الأبواب المفتوحة، وهذا من خلال تنشيط الحملات الإعلامية التعريفية عن بعد بعد تخصيص فضاءات رقمية مفتوحة تتنوع محتوياتها بين السمع البصري عن طريق الفيديوهات التوضيحية، بالإضافة إلى خاصية طرح الانشغالات والإجابات عليها من خلال لجان مختصة في مختلف الميادين والشعب التي تضمن الجامعة الجزائرية تكوينا فيها. تنظيم زيارات افتراضية للجامعات بهدف توضيح هياكلها وتشغيلية المتخرجين حسب الشعب والتخصصات مرفقة بقصص نجاح خريجيها في إنشاء مؤسساتهم صيغة جديدة تنظم من خلالها الأبواب المفتوحة على الجامعات. عديد الجامعات باشرت في تسجيل الفيديوهات ستتضمن تعرف على قصص نجاح لمختلف الطلبة الذين أوشكوا على إنهاء دراساتهم في هذه الجامعات، وتعرف أيضا وسرد أيضا قصص نجاحهم. وعلى عكس السنوات السابقة يأتي تنظيم الأبواب المفتوحة على الجامعات في الفترة الممتدة ما بين 13 و16 جويليا المقبل افتراضيا تكريسا لتوجه الوزارة الرامي إلى رقمنة القطاع تحضيرا لجامعة الجيل الرابع.